ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، موضوع اليوم يثير الانتباه تحت عنوان واقع الأمة في الماضي والحاضر. اسم زيت حمان فما يويا الموضوع عن هذا العنوان نس اتشبنا المدينة أديار برنس العنوان نس حال الأمة للماضي والحاضر. أيها الأحبة، كونوا معي بأذان صاغية وقلوب حية حتى يثمر ذلك في قلوبكم تقوى الله، إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والحديث فيما بعد سأتممه إن شاء الله، لكن أيها الأحبة أرجو منكم أن تبلغوا ما تسمعون بجد، وأرجو كذلك من المشرفين على موقع التواصل الاجتماعي أن ينشروا هذا الموضوع في أسرع وقت وأن لا يتأخروا، وأشكركم على ذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. خصني تسران أياس انتم غارين خصنا مواديتيس باش هذيكس الغياب الجمعة، وها وإنما خص ياس بنادم اللي استف ثم ذي بلغ من يتسران. والموضوع نهائي إذا بما يسمى عند العلماء بفقه الحاجة أو أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان. من مخسر يسر ذي بالله وميزمنا، وكذلك نهائي الموقع كذلك، وخاصة خادشة إن شاء الموضوع غير إن شاء الله. ونشكرك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أتشكاني وأنه أتشكاك تسيدي ربي. والحديث أيها الأحبة الذي انطلقت منه فيه دليل قاطع من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، والحادثة اسميا باللي النبي صلى الله عليه وسلم نيشة كأنه معجزة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة اللي يبغون كان ما مش هذا الحادث نشرح من الذي أخبره إنه الوحي. قال تعالى وهو يزكيه وهو أصدق القائلين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدار بيزكى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن اللي هو يقال لثبت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن أيها الأحبة، قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الحديث، لا بد من ذكر المراحل التي مرت الأمة باختصار، وذلك من العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الناس جرما إذا هجر رجل الرجل هجر قرية بأسرها. قبل أن أدخل التفاصيل الموضوع لا بد من زوال، لا بد من الأمة مش تبدأ المراحل مرة حمدنا ومدين دلشين هانينا ومن أين يزيل عدل بسم الله من كان محاسن المساوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسبينا ما باش تنقد شن حاجة النقد بما يسمى بالنقد المحمود أو المذموم. المذموم إذا هجر رجل الرجل هجر قرية بأسرها، يقول لك شن 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 خطأ زي المغرب شهد المغرب يكمل، ليس هذا من العدل. كذلك إذا هجر رجل الرجل هجر قرية بأسرها، لا إني من دايس ما حسيت إني للمساوي تدرت. والنبي صلى الله عليه وسلم شرحا خام حذاري
أعظم الناس جرمون إكتر جريمة تنقرتها ربي إذا هجر الرجل الرجل يستور مين ديس هجر قرية بأسرها خطأ أني عمي مارخ يوضن غني وايكينشا من يلا سويتير الإسلام ديس العدل الإسلام ديس الميزان. فمن آداب الجرح والتعديل أن تذكر المحاسن والمساوئ. وفي صحيح البخاري أيها الأحبة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال حذيفة بن اليمان صحابي جليل رضي الله تعالى عنه قال يصف لنا مراحل الأمة كيف بدأت. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ والحديث في صحيح البخاري وبيت القصيد إنا كنا في جاهلية وشر. حذيفة بن اليمان تقصى رسوله والشهادة يقف الأمة معتبرة يقرر رسوله إنا كنا في جاهلية وشر طوال من جاهلية وشر نعبد الأصنام ونئد البنات ونقوم بغارات السلب والنهب تشفى تكر عبادة الأصنام ثم قتل النساء تأتوا بحلال الأمة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو هذا الخير؟ هو الإسلام وذنيوين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور يسوف إذن زيت ترم غرفت. إذن المرحلة الأولى مرحلة خطيرة جاهلية وشر رنهاني شنان جاهلية وشر والله وسفك للدماء. رأيتم ما حدث قبل أمس 1300 طفل قتلوا في سوريا ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي مصر وفي اليمن وفي السودان وفي العراق وفي ليبيا حدث ولا حرج. لقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. والقتل في أمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. يا رسول الله الجاهلية الشر يضرب بينخاء واش ننشنخاء نشر الشر نشنخاء مراحل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر إذ يسوف يهزي الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله كما جاء عن ربعي بن عامر لما بعثه أمير الجيش أمير المسلمين إلى رستم. ماذا تريدون؟ إنس رستم ماذا تريدون؟ لتقسم. قال إن الله بتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد للحاثنا أخشوا بقان حرية. إيه والله من عمر وقت متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ما رجع ضابني حرين ولكن ما شاء الله الاستبداد شد جنبه. يقال ربعي بن عامر جواب رستم إن الله بتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شلون هاي التصل يقول عبد النيوذن عبد الفرانك لا حول ولا قوة إلا وما ينبغي لهم ذلك شوما. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة يا ربي وحلص لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وراسد الأديان الماضية ما رح تمش النجاسة تسرب ستنضع شطها على سوامن مرض عصير طول قنيق فنسن باش التوب شي الحمد لله التوبة فاصل يعني عدل الإسلام. فرفع الله شأن الأمة بهذا الدين وأعلى الله مكانتها وجعل الله رايتها هي العليا بتمسكها بدينها وإقامتها لعهد ربها فارتفعت إلى القمم العالية التي لم تسبقها إليها أمة في التاريخ ولا أدركتها بعدها أمة في التاريخ. تضغيش العلو وتتقوين حد عماس وتتقوين حد عماس أبدا سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صلى الله عليه وسلم. والمثل على ذلك انظر أيها الأحبة في هذه الأخوة. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة العجيبة الفريدة في التاريخ. عماس إنسى تبجل الذين يتبجحون بالإنسان لأوروبا لأمريكا إنسى ما تبجل
شوف المؤاخذة جت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الأنصار يتنازلون عن شطر ما يملكون للمهاجرين عن طيب خاطر. فرق ما كيسنا جلسن برميرز مهن المخزن نغدو لنا شي حاجة سرخاذ عنس، وعن غير إلزام ألزمهم به الله ولا رسوله وليس مهن ربي تغلب شمي لا لا. ويؤثرونهم أحيانا على أنفسهم، أحيانا تشتس بتازم يسحق النهني حتى أنزل الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. انظروا اسمعوا، يحبون من هاجر إليهم يحبون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عما ستو أحر العلماء نجمع نجم المدينة شنو ثلاثة وزمة طوضة. إنه ذلك الحب الذي ينشئه رباط العقيدة. روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة، أصح كتاب بعد كتاب الله زامن ديس، لما قدموا المدينة يعني المهاجرون، أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وسلمان وأبي الدرداء وهكذا. فقال سعد عبد الرحمن، يعني سعد يقدو مس عبد الرحمن بن عوف، أخ شو ذو ماش مش لله الأخوة في الله، مش القرابة من غير وطن لنا في الله. زمن اسميني سعد لا حول ولا قوة إلا إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولمرأتان فأقول أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها. غريب وجري يتصل الأنصار أكيش فاق هذا زين أكيش يزين غير اثنين تمغارب زهر نشي عجبنا ستلقى أتكمل العدة مرشيت لا حول ولا قوة. إيه ستوض النهاني ذي نس ويجي الأخوة يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن، من هنا عبد الرحمن كذلك يعني شكل غفل ذا مو تستعجبت أثار سي فرقة كلا مسكنين يقال زيه الله يخسر جشت بشت وش فكان يعني الهموم يجمسل من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يتهتم هذا شيء وديت يخفن سواه لا تشترك. أمين رسول مثل المؤمنين في تواكمهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. والحديث معروف أيها الأحبة هكش يعني ما يستعجب زمن تقول على الناس فرق قدر الناس كذا كذا يعني شنو حاجة القرارات. ولكن فإعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بنبي عبد الرحمن سعد عبد الرحمن بن عبد الغني تعزيز النير بارك الله لك في مالك وأهلك. أشي قاعد بالبركة تقول النش تمغار النش دلني على السوق دلني على السوق ونش يشم هذا يشرمش ثقة في الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة. آلي من غير غياب من يخلق بالقلم إنسان ما لم يقدر الخلائق حتى تقوم الساعة. من قال بيجير من غدا الإيمان الصحيح العقيدة الصحيحة وخوني ليس الكرم للسخاء وين كذلك سخاء النفس المروءة الشحكة جلالش شراك في مغارنش شنين السوق إذن لي السوق سوق بني قينقاع مش السوق مولي لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الذي زاحم اليهود في سوقهم في زحمه شويت يود النصيب شويت النصيب منه شويت يتزوج كيف هو قريبس يقول عبد الرحمن بن عبد القاسي السعد لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيها الأحبة هكذا يكون التوكل. زاحم اليهود في سوقهم وعثمان كذلك والصديق أنفقوا أمواله في نصرة الإسلام وجهزوا الجيوش وحفروا الآبار وكفروا الأيتام. يوم من هؤلاء أفضل من أيام وسنوات من تجارنا جميعا. إيش من هايش تسعة سنين خاص التجار من سنوات في مثل هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم زامن سغيينية بذوم نادي خير الناس مشينا رسول الله قال خير الناس الخيرية مطلقة في هذه الأمة يعني في هذه الكرة الأرضية في العالم من لدن آدم إلى قيام الساعة يعني بعد الأنبياء في مثل هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث صحيح. فشاجر خالد وعبد الرحمن بن عوف فسب خالد عبد الرحمن بن عوف ماذا قاله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مخياك عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل سيف الله خالد بن الوليد قال رسول الله خالد ما يمش ما يمدك هل أنتم تاركوا لأصحابه لو أنفق ما لا تنفق ذا خالد أنشتم وحد ذهابا
رضوان الله تعالى عليهم. الصحابة ونكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة زوار وقت مش تجمل وزام مش تجمل وزام مش تجمل. نعم أيها الأحبة، إنه شيء فريد، ذلك الشيء الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إنه شيء فريد، شيء فريد أنشأه صلى الله عليه وسلم بإذن الله في سنوات قليلة غير مسبوق ولا ملحوظ. سنوات قليلة ينشأ المجتمع غير مسبوق، نظام الدين قبر لا بعد في كل حال، ثم بدأ في نقصان بعد هذه القرون المفضل شيء بين الحاجة تمت كبيرة موسى تبكع سواء تدان أي حاجة هذا لا تقص تبنى من هذا ينقص. فروى إمامنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. صافي قلناها تعزقون من ذي الشر حتى تلقوا ربكم، حتى قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قول يقع دون الشرار هم صغار خير الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أخي الزمن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ما فيهم أحد يقول الله الله ولو. إذن وقيلوا أدبوا والله العالم في الأدب الدعاة لو ما سخرهم الله لزال هذا الملك من وقت يابين الدعاة وينبوا من قال لا إله إلا الله محل أثر من العالم قاع لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أو حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن مرت بالعالم الإسلامي أزمات كثيرة من قبل بل نكبات كثيرة، فقال كانت أزمة الردة مثلا شو سيدي النكبات المصائب تنسوا أرد مين على الردة حروب الردة القرب اليوم من مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزمة حادة ولا شك. فوقف الصحابة صفا واحدا ورأى أبي بكر رضي الله عنه ونصر الله دينه كما وعد، ولكن كان يعني الأمير خليفة رسول الله أبو بكر أوانس ينصر السلاح اليوم، ولقد كان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلاها من الحروب بين علي ومعاوية كانت الفتنة النظمة مش أمير مشيش كند الإسلام لا وغيرين اللي كتب كند الدولة، وكذلك كانت أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار أزمة حادة في حياة المسلمين. فما إن جاء القادة الذين يردون الناس إلى الجادة يدعونهم فجاء على أثرها النصر. قام صلاح الدين يقول للناس: لقد هزمتم لبعدكم عن طريق الله ولم تنصروا حتى تعودوا إلى الله. كوز التتار الصليبيين والتتار من قمص قيم لا حد يقول سنحسي هده شنو يتغيب هذه الناس الذل هذه سفينة ظنت يوم الأمة، ولكن كان ديار يزن مش نور صلاح الدين الأيوبي من أسلقة لقد هزمتم ببعدكم عن طريق الله تيب بشنخوا من الربع تما شنخوا كلا من العدد الذي بشنخوا من الربع باش تنتصر عودوا غيه يخفنوا غيه الأحوال استرحوا مع الله سبحانه وتعالى. وجاءت نكبة الأندلس القرون شد إسبانيا الحكم لا حول ولا قوة، فتفرقوا شيعا وأحزاب فارقا عش بنسمة مغاري جاءوا استمت خسم إسبانيا ولن تعود الأندلس إلى الأبد أقام فلوح والتعقيم قع إن شج من فريق معرب محسش للأندلس قالوا أصيبنا بصدمة ما يمر إن شجنا نشل وثيقة كأنها هدية من دايس متى سقطت الأندلس في أيدي الإسبان أقوم برميك إنه الحرب برميك أو من الزر برميك إنه القدس نكبات. ومع ذلك قدار بخلافة في تركيا إذا تلفن في أوروبا الإسلام ما كان مشكل. وجاءت نكبة الأندلس عقاب الرباني للمسلمين على تفرقهم وتشتتهم وحرب بعضهم لبعض وتعاونهم مع أعدائهم مع الزينة تعاونت والعياذ بالله ولم تعد الأندلس إلى الإسلام. ولكن أيها الأحبة في الله الأزمة التي يعانيها المسلمون اليوم هي أقسى من سابقاتها. اسمعوا جيدا سردم لي سردم لي. ولكن أيها الأحبة في الله الأزمة التي يعانيها المسلمون اليوم هي أقسى من سابقاتها وأمر، فالعالم الإسلامي يجتاز اليوم مرحلة من أسوأ مراحله. نعم يمكن أن نطلق عليها مرحلة الغثائية، أما نهاية إذا الأزمة التي احتمل المصيبة إيوه نزاعات هنا وهناك جزائرك المغرب لا أدري الجزائر من تونس
اليمن ما شاء الله جرس، العراق خلاص، سوريا لا حول ولا قوة إلا بالله، خصنا بلي نحت الشعب المجوس، النصارى، اليهود، مصر لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احقن دماء المسلمين. عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشكم الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غزاة كغزاة السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أترك هذا التفسير في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. والحديث أيها الأحبة صحيح، يوشك بمعنى يقرب زمان، يتقارب ديجن الزمان، أن تدعى عليكم الأمم. إيش هذه الأمم؟ أمم الكفر والضلال، اليهود النصارى المجوس، ما بما فيه بالروس والشيعة. أيها الأحبة في الله، يضعنا النبي صلى الله عليه وسلم أمام صورة حركية مدهشة يمثلها بقوم جياع شرهين، الدوسن والزنشن غامن ووفي، يبحثون عن وليمة باردة سهلة. الزور يجي الوليمة، يجي الحفلة تهول بلا ما تخسر تاونسن، بلا ما تخسر جرنسن، يأكلونها. وعندما يجدون هذه الفارسة حميت غيافة قال الشن قصعة، اسمها ربي رسول الله في الوصف الأول كقصعة. شنو وجدت بكشت نسيكسو خاص الدريف، خاص القافيل، خاص على من كورخا ثم وثعث. يقف كل واحد منهم يدعو بعضهم بعض، ترى غدا عثم يدعو فين؟ وعلي الشيس قال قال يبدو كرمس هاز دفتوري امريكا، اوروبا خاص هاز دا الشين والشين خاص هاز دا روسيا، اقانو فيت بترول، غاز، خضر، طعام، خيرات. والله اذا الموقع الامه ما شاء الله موقع جغرافي بحار من كل الجهات، اكتفاء ذاتي، خيرات، جو معتدل، الموقع الأمة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كما يدعو صاحب الطعام ضيوفه إلى الوليمة، كذلك الأمم والفرق الضالة من النصارى واليهود والمجوس تدعو بعضها: عليكم إذ أنتم الوليمة يومئذ. كنوا كنوا الوليمة نشي. وتأمل هذا التشبه الأول للمسلمين بالقصعة الغنيمة الباردة. أمبوذا يقصف رسول الله سواء تقصفوا الحليل يا أنا أقول باش نصحيح في الله، باش نستد من يدى، في مغان السرعين من نشان أنا أعرف في الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. باش من واحد السن شاء أقشدني لدي منه. التي يتناولونها زيد بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفوا صفوا. كذلك يأخذون ما في أيديكم من ثروات بترول إلا غير ذلك. أتشن بريت أمالا. أبو غير في رسول الله. قصعة. نظن نستتب. يجي قاونا عن شك شك عن شك. ترى كير بلا مانع ولا منازع صفوا عفوا يا الرحث لا حول ولا قوة بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم والو فقن قيو يقنا مخاوذ شتت أمرنا سمن غنانا ورجل وانتحت ناس ندري هنك السن مانين غاس الخضار كمي الخسن سنة مليح وشت السمانين إن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم بتداعي الأكلة ليوحي بنفسية عفينة انطوت على شراهة واندفاع شديد نحو القصعة الدوسن فوهن جقان ما اسمش تقريب مجلن لا حول ولا ولعل هذا ما أدى بسيدنا ثوبان رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب. ثوبان نخرع أو من قلة نحن يومئذ يا عين الشين دروس نهينا التاس كذا جنان بوني لا حول ولا هو من القلة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم الذي يفتح مدارك الوعي الإيمان في قلبه وعقل المسلم. السنة جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يسبين السبق والفائدة مليح العقل خمتر إذا بسن. نعم ليست القلة، ليست القلة وتشد القلة سيخسر. ماذا ألم ترى إلى المسلمين في مطر لقد كانوا قلة ولم يستطع
ولم يستطع الكفار ولو أن ينالوا منهم، قد قلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة دروستي فيكم 314 تغرب ألف وشي حاجة. طالوت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر مرسفة، إن صبرتم عن طاعة الله مرسفة لا تكون طاعة سيدي ربي تصدم تلبني مسلم توحد ما تكلم الشيء أتصدق مع سيانس وتزنن تبارب إلى غير ذلك. هذه معية، معية تأييد، معية نصرة، معية بوصف، والله مع الصابرين، والله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما لكش محسن في عقيدتك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أرجو معي لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كانوا قلة ولم يستطع عليهم عدوهم، وكذلك في الإحزاب لم يحقق الله آمال الكافرين. أمسلنا رسوله لقد رمتكم العرب في قوس واحد، ماذا نزل دمارة الأحزاب، ولكن الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اشتهر ربي ماذا توثيت المعية، معية بنصر، معية نصر وتأييد، ولم يجعله الله السبب الرئيسي للانتصار. يعني لا قيمة عند الله قلة أو كثرة، ولا قيمة عند الله، ولم يجعله الله السبب الرئيسي للانتصار في المعارك، بل المسلمون عندما تتداعى الأمم عليها يومئذ كثير. التاسس بل أنتم كثير من البلدان، دولة فيها ما يصل إلى تعداد سكانها إلى 40 مليون، دولة بجانبها 80، دولة بجانبها 60 مليار وربع المليار نيمس نيودن هاقل هاكثرة إمامير سيد رسول الله غثاء كغثاء السيل. يتحد الكفار أوروبا 21 دولة، 21 دولة تكون الاتحاد الأوروبي، جيش واحد، رأي واحد، مؤتمرات واحدة، عملة واحدة، تأخذ شأشيرة واحدة من أي سفارة فتدخل إلى أي دولة شئت، تسير بسيارتك من فرنسا وتدخل إلى ألمانيا وهولندا ولا تشعر أنك دخلت دولة إلا بلوحة صغيرة تبين لك اسم المدينة، إيش العملة، إيش المؤتمر، إيش الجيش، إيش الرأي، إيش التأشيرة، إيش بس ما خسر في رخا فرنسا نغا وليمان نغا هولندا نغا بلجيك واتسن يخفر في رخا غدو لها مزرد إيش مدرك ولا ومتنتين تنين مرس زي هولندا ده مستبدل ما معنى مثلا نغذبير لي نغاقش لي بروكسا في سقاد قريد دولة زع مع أنه ليس بينهم خواسم مشتركة ولجميل إجمع لغات مختلفة ديانة كذلك عبادة سوشا كيف كيف حد بروتستانت حد كاثوليك اللغات سوى تشريش ده فرنسي تواني شنو ثاليما ثاليما تواني شنو ثامين جيكت ثامين جيكت تواني شنو هولاند ولا شنو بولونيا مع ذلك مولا الشم قبلة ليشتن اللغة ليشتن الكتاب دي الشم الرسول دي الشم صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. إذن مؤتمرات واحدة عملة واحدة تأخذ تأشيرة إلى آخره، ولكن ماذا أيها الأحبة، فرقوا شملنا ولا يريد لنا اجتماع فقط يثمع، واخسن بول اجتماع واخسن بول اجتماع، ولا اتحاد واخسن شان نمول، ولا أخو واخسن شان إذا ومثل. قد أفسد الشيطان بيننا، يفسد الشيطان كمرن ركيسن، واستطاع الكفار اسمعوا أيها الأحبة أن يتخذوا منكم أو منا عملاء، فتقرأ في الجريدة من يتكلم ضدكم وينتصر للكفار عليكم، مع أن هؤلاء الكفار ليس تجمعهم قواسم مشتركة. يوضنا من الفاق اشتتنا المار راح تتغى للجرائدة يوضنا الزين غمدنا من جلدتنا دفع الخس السوى المدينة جبهة الإنقاذ لمصر جبهة الإغراق يوضنا وزيد وزيد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الدفع الخس قانش اللي غاسني الدرح أعوذ بالله، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تأمل أخي المسلم هذا التشبيه الثاني للمسلمين بالغثاء، وهو ما معنى الغثاء؟ السنون الوصف الأول قصعب والوصف الثاني غثاء كغثاء السيل. من يعني الغثاء؟ وهو ما ارتفع على وجه الماء وحمله السيل من الوسخ والجيف والأعود. أفرد روس لتوي صار حمريخ
كما تتجرى أمني تو تزير الشيف تكشوا إن زمان معني خفلسن انت هنا الحمل ما يخس وزمان وانتا أمني ذلك جنة الشيف هذا رسيك زايد جوغا الكفر هذا رسيك زايد على الرئيسيس هذا رسيك زايد جوغا جهنم ما يتعجي ورنشا يو قدروا مينا موجينا قدروا مينا كذا وزمان يمنع خفلسن أمني وثاك وثاء السيد ظفرة والعياذ بالله إلا من رحم ربي لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقوم به شيء ومعلوم أن الغزاة تبع للسيل الجاري في ضفة أمني ظن هميذا لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ضب لدخلت أن تضفان الذي قال رسول الله الأمين أن تضفان شبا شبا درع درع مروا ثم خبوش مواروكي ستفن تسريف الوم أتضفى تسريف السيد أهل يحمل ربي الشاب الوم أهل يضفى الشاب السيد الفتاة الوم وتسلم ماريا زفتيما أو السان كيف كيف هذه يحف ثماث هذه كيف قارلو هذه يستوى حسبون هذه تشكا هذه تقغي من سن ما شاء الله إلى غير ذلك والعياذ بالله وهكذا أيها الأحب حتى العالم منه إلا من رحم ربي يضفى العالم من سن ما العلماء من سن زيفن وقلوا أن البثيث كيف كيف هنا إلا من رحم ربي إلا أن يثبت ربي أي كوش ماذا إلا رسول الله ولا ينطق عن الهوى ومعلوم أن الغزاة تبع للسيل الجارف لا يقوى على المصادمة ولا خيار له في الطريق الذي يسلكه مع السيل بل شأن هذا الغزاة السمع والطعم زريب خليته ويفرض لي هو الزمة تنتين حبل المكس أمير الشيء والعياذ بالله أمني كيف كيف بل شأن هذا الغزاة السمع والطعم من السيل الذي يحصد كل ما أتى أمامه من غير سبيل روح ويبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الاستسلام والانقياد الأعمى مع معرفة القتات أنه ذاهب للهوى اسبيرا من كسن كسير من هو كسن فيجيب الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم بقوله ولا ينزعن الله من صدور عدوكم والمهاب منكم ولا يقذفن الوهم في قلوبكم قيل وما الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت إن أعداءنا كانوا يهابوننا إذن أن الوهم الذي أصاب أعداءنا وأصاب أعداءنا سببه شهب حبهم للدنيا كما قال تعالى ولا تجد أنهم أحرس الناس على حياة ما يمي ما يمي كسنة هو ما قال ما هذا اللي تغوى ناس تغطي قدنا ما يمي ما يمي ترخلت نصرت بالرعب مسيرة الشهر ما فهمني مسر من تقول انتاجي جن الكفار ما هذا اللي كسيت ربي وقيم شك تقدنا ما مين ستغط تقدنا هنا تغطي قدنا سلوها مين الوها تحبوا الدنيا تحبوا الدنيا ذول الشين يتحبوا الدنيا كوم شنسة وشهادوا المغربنا يقول الشريط بذن هذا من طرفهم أو من طرف المسلمين فحبهم للموت كان يزرع المهابة في قلوب عدوهم وهذا مما يجعل أعداء الإسلام أن يحسبوا للمسلمين كل حساب سنان أنا مش تغلق شخذ من أنا ولكن يوم التداعي الذي يحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم تتغير الأحوال وتتداخل القلوب وتتدخل الأهواء كيف نتغمونا يتبادل إذا في الحب الدنيا غاور للأهواء دار الشوق للمصائب من أخوة الدمور مسلم زد وتصبح المصالح هي الموجهة بدل الإيمان من الزغال مسلح عن الدنيا زرح بول الإيمان ما يصدق العقيدة يوسف شاس يديش ما يتابح الفلوس يتاح الخارج يخدم ديار الربا الرسمي يدير لغا يتحيد بيرو مين الاستكفارك اكسيوا أو في الدنيا وها الدنيا المرض جمع المال تارس يهرش مزيان يسير يجمع جلوه أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنيا مؤثرة فهذا هو الوهن إنه وهن قلبي وهن نفسي وفكري وعقائدي تسرب إليكم لتشرب قلوبكم حب الدنيا حب الدنيا فتعلقت به كتعلق الغريق بخشة يظن فيها النجاة شي يسك بردني يسكر الدنيا أمشي ويش نغاق يسريش تكشوتي من نعيتي قاسب يكون لي يسلك ما يشرسلك ويوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ناد غير حذر بيني بالدنيا جدا إلا ما عشني إلا ساعة الدنيا مثلوها أي والله أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تصب عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم الدنيا إثم الدنيا تمشوا شبنا نخسرها المصالح وسيروا حديد الدنيا ضد يمزقه ولا حول ولا قوة إلا بالله فالعدو يمتلك الدنيا ورفاهيتها وغادر الدنيا يختيرون منها إيمانيا
وأخذ يتحكم بها فينا كما يريد، ويلوح بها أمام أعيننا كما يلوح الرجل لكلبه بقطعة لحم يزينها له ليستعبده، فيلهث الكلب ويسيل لعابه. لا حول. قيل ما شنو يعني منوش يتجسد من سرقة النوم يكسب شيء للفارغ في استعباد ثمانين ما ترى هذا خاص يقاشك اجتمعت قل شنا قوم الدنيا خسما منهم أو من عذر الصندوق النقد الدولي اللي كيسقى هو نحوج 8 هاد الصغا ما حجات حجا نسلم ديك كاسي ديال الشب صفار ذا دوز تجي في العاين القنا الرياضه هادي راه نجارس اللي ما حدا تنضام علينا هيا في واحد سنه تيبغى غير واحد ها مش غاد تجيب المناهج له ها مش غاد تجيبها مش غاد تجيبها من غاد تجيبها من غاد استعباد من اول عيال بالله الا من رحم ربي لا حول ولا قوه والقادر لسيده مقابل يعطيه الطعام كذلك الذي كذلك من أشرب إذا أشرب قلبه حب الدنيا واستمسكت نفسه بها وظن أن السعادة فيها أخذ يخاف من زواله كي تقول من قصة قليل راح الدنيا فمن روح تسكن أوروبا من روح تسكن أمريكا هو تعيش لا ولا. أخذ يخاف من زوالها من يديه فأتقن تحصيلها أتدري ما هو أن يكون دليلا أن يكون إمعة لا رأي له صافي متخسر أن يكون سلاحا يحارب به إخوان المسلمين في الأرض ويحارب الإسلام أدركت معي أخي المسلم شر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المسلمين في زمن التداعي بالقصعة والغثاء وأن أدركت سر المهانة التي يعيشها المسلمون اليوم وسر استهانة عدونا بنا وسبب جرأته علينا سدرك منايا محس بنانا تقل مين خصم زاد ليبيا زاد العراق زاد سوريا إلى غير ذلك هل وهل أسئلة كثيرة تطرح أو تطرح نفسها في كل وقت عندما تسمع أن اليهود والنصارى يريدون مزيدا من تغيير البلاد مسألة الصناعة هذا قسم قاع على الريشة هذا الجن وان وتمسك والزليس وقخت من جلد النهار حينما تسمع شتمه للنبي صلى الله عليه وسلم شتم النبي ووصفه بما لا يرضى أحدنا لنفسه فكيف لنبيه شتمت وصفه شنجي ورد ما شاء طبعا زين غريس ترى قتل المسلمين في بورما كسر كيلو سكين وسوريا والعراق ومصر والسودان وفي ليبيا وفلسطين نزاعة هنا وهناك كأن لم يكن لدينا كتاب نحتكم إليه كما عرفوا القرآن هذا نفك أما ذنوي ربي لنفك قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أسرع وجزع أنت قلناها ميدا جب ذاك بلس مرغا أسرع أعذر ولكن يشعلون الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله موقع أمتنا جغرافي مناخ معتدل لا حول ولا قوة إلا بحال من كل الجهات اكتفاء ذاته نحن الذين يبلغ تعدادنا مليارا وجاوز الربع مليار ولكننا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل كم خسرنا نحن وكم وكم إنني لا أتكلم بلهجة اليأس عم مشيت إيسا كم يوم حاشا ولله اليأس من رحمة الله لا يجوز يقول هذا الخير إن شاء الله بإذن الله حاشا ولكن أنبه لعلي أجد من يسمع تنبه لعلك نوفر كنيو تحب النظنية المرة وغير اللغنة نسرحي في الغنغية ما ننقوى ما يمد الدخ عمو أجد من يسمع العلاج من هذه النبوة فالعلاج في الحديث أن ننزع حب الدنيا من قلوبنا وأن نتذاكر الموت فيما بيننا ولا يظن النظام أن المقصود بكراهية الدنيا تركها والإعراض عنها بل ترك حبها والتعلق فيها وأن تكون بأيدينا لا في قلوبنا ماشي معنى أن ندع الدنيا قال لا من عيد الفوز وأكتري بنقول ونتري بنقول يخصو يا رب لا وأن تكون بأيدينا لا في قلوبنا وإنا على يقين أن الإسلام سيبلغ ما بلغته الشمس والله ما لنا نفوت فوت هذا نيوم الإسلام والإسلام قادم لأن أحاديث صحيحة بإذن الله تكون فيكم النبوة ما شاء الله الحديث معروف عندكم أيها الأحبة وإن راية الإسلام سترفع في كل مكان على وجه الأرض ولكن لنقرأ قوله تعالى الصلاة من غرغة مشان ذول مليح ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لسميع عليم غيار نعمتك سيشتر بما تغياري سيشتيار حولك فيش صرحك ربيه وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله حرم وايت غيح من غيح من صلحة ربه وقول الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها
وأن عدل إلا من أنتمش لقي الصحابة رضوان الله تعالى عليه أن تمسكنا مشينا رسول الله فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتاب الله وسنة رسولك المصطفى اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتابك وسنة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا محبة نبيك المصطفى وأصحابه وأولياك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين منهم اللهم اكن لهم ولي ونصير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فلا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا اجعل فيه لأحد نصيبا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين جميعا اللهم هذا الشباب في المسجد وخارج المسجد ارزق لهم الهداية وثبتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الشيوخ والنساء والفتيات كذلك والدينا جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وفق ملك المحسنات لما تحب وترضى اجعل البلد آمن ومطمئن وسائر بلاد المسلمين أجمعين اللهم إنك تعلم فاغفر وارحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.